FM. الكلمة ليك. رجعنا معكم في كابوتشينو على كابي فيم. مرحبا بكم الناس الكل كان تحقتوا بينا توم. زنا مكملين حتى العشرة معكم اليوم دونك اخر نار في الاسبوع هذا بالنسبه لكابوتشينو. تو نستقبل بحضرنا ضيفنا النائب بمجلس النواب الشعب عن كتله حركه نداء تونس سي طاهر بطيخ. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا. سافا سافا تري بيان الحمد لله. بنسالك هكا سؤال قبل ما ندخلوا بيان سور خاطر من بعد نرجعوا بعد نشره الاخبار. شنو الامور المستمعين ونحن نحبوا نسألوك لاباس في نداء تونس تقصد؟ في نداء تونس مازالت فما مشاكل وقاعدين نحاولوا الناس الكل باش احنا كلهم مقتنعين كل سوا الروافد وكل سوا البوزيسيون تاع الخيان مقتنعين بالمشاكل اما مش متفاهمين على الحلول. وفما ديزيكستريميست دو باري دوتر وفما ناس يلوجوا في الوفاق وهذاك علاش لازم الناس كل تقعد اوتور دون تابل ونتفقوا. هذه بصفه هذه بيان سور بصفه عامه. مازلنا باش ندخلوا في لي ديتاي من بعد نشره الاخبار. به ترامب نجم نقولوا مبروك على 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 النداء فوز ترامب ولا لا؟ لا لا مبروك لا مش مبروك هذا اختيار نتاع الامريكان معنا عليه في حتى دخل. احنا اللي يهمنا السياده الوطنيه ومصلحه الوطنيه لتونس وهذا نتعاملوا مع الواقع الجديد. كيفاش تشوفوه انتوما من جهتكم؟ احنا ما عندناش معناها بريفيرونس ما بين ترامب ولا هيلاري. علاقات مع احزاب امريكيه سي سي طاهر معناتها في اطار العلاقات الخارجيه للحزب نداء تونس مثلا فما اون سيلود لها بربط علاقات مع احزاب فاعله في العالم نوتامون في امريكا. وهو فما مناقص معناها فما زيارات في امريكا ولا في تونس فما علاقه مع السفير الامريكي في تونس ديما علاقه مع نداء تونس معناها فما زيارات تكاد كل شهريه مع مرتضى الفيدي ولا رئيس الهيئه السياسيه. اما ما فماش علاقات وطيده ولا استراتيجيه مع احزاب امريكانيه وهذا نقص. انا حسب رايي لازم يكون فما علاقات مع الاحزاب اللي تكون قريبه لنا في كامل انحاء العالم وهذا نقص. وفما لجنه مازالت كتكون توا باش تكون هذا بالعلاقات الخارجيه في راسها سي حاتم الفرجيل باش يتلهي دونك بالعلاقات الخارجيه مع نتاع الحزب. واضح اقعدوا معنا في كابوتشينو ونرجعوا بعد نشره الاخبار مع ضيفنا سي طاهر بطيخ. نحكيو شويه على الهيئه الوطنيه لانقاذ حركه نداء تونس والامور معناتها الكل اللي صايره في النداء. اقعدوا معنا انا راجعين معكم. رجعنا معكم في كابوتشينو على كاب اف ام ومازال بحثنا ضيفنا سي طاهر بطيخ. مرحبا بك مره اخرى سي طاهر. كان ندخلوا نحكيوا توا في التفاصيل نتاع اللي صار في نداء تونس. برشا حكايات نتبعوا فيها توا عندنا قرابة شهرين معناتها ومشاكل وعركه وانشقاقات. فكرتني في ديسانيمي لاج دو كلاسك كسنجيب الصغير اللي حاسيلو هو يلوج على الطرف اللي باش ياكلو ومن بعد يكخي دي بروبليم حاسيلو انورم. العباد الكل تتهم في حافظ قايد السبسي اللي هو السبب في هذا كله. اخيرا فما ثمانيه من اعضاء الهيئه السياسيه لحزب نداء تونس اللي هما بوجمعه الرميلي، فوزي اللومي، منصف السلامي، رضا بالحاج، خميس قسيله، فوزي معايا، عبد العزيز القطي، وناصر شويح. هذوما توجهوا بمحضر تنبيه عبر عدل تنفيذي للمدير التنفيذي لنداء تونس دونك سيد حافظ قايد السبسي، طالبوه فيه بضروره دعوه الهيئه السياسيه للانعقاد في اجل لا يتجاوز الاسبوع. وزيدها نلقاو في المحضر هذايا اللي توجه السي حافظ مساله عدم التداول في توزيع المسؤوليات. ومن بعد جيت تحكي لي على ديزيكستريميست معناتها فما مش ديزيكستريميست من بيان سور من المفهوم هذاك او سان ميم دو بارتي معناتها مره يحضروا لكم الاجتماعات نتاعكم مره يدخلوا مع الهيئه مره مع هذايا مره مع هذايا مره مع هذايا. انتم ما عرفتوش منين تشدوا كان تحكي لي تو التفاصيل. شوف احنا الهيئه السياسيه مكونه من 32 عضو. انا عضو في الهيئه السياسيه وثمانيه من الناس اللي طالبين باش ينعقد الهيئه السياسيه. انا بور كونفيدونس نقول لكم كان ما جاوش بعثهم عن طريق عدم منفذ بالطريقه هذه يطلبوا منا انعقاد الهيئه السياسيه كان مبرمج في الاسبوع هذايا باش تنعقد الهيئه السياسيه. اما القانون في النظام الداخلي يقول لك الهيئه السياسيه تجتمع سواء برئيس الهيئه السياسيه اللي كان وقت السيد بحاج ولا مدير تنفيذي ولا بثلثي اعضائها. معناها الطلب هذايا ب 8 على 32 ماهوش قانوني، ما عنده حتى سند قانوني، ما عنده حتى قيمه قانونيه وما عنده حتى قيمه سياسيه باش اعضاء من نفس الهيئه السياسيه من نفس الحزب يتوجهوا لبعضهم عن طريق عدم منفذ. معناها خطا قانوني وخطا سياسي
وما عنده حتى قيمة وما نجم يوصل حتى شيء، بالعكس قاعد يعطل مش قاعد يبني. تقولي عندهم شهرين عنا مشاكل، لا نقول لك حنا عنا عام ونص عنا مشاكل في نادي تونس، والمشاكل متعدة، وحتى الأطراف هذوما ثمانية من الناس هذوما ما همش متفاهمين وما خرجوش لنفس الأسباب. كان نرجعوا بالواحد بالواحد، سيدي ذا بالحاج هو كان رئيس الهيئة السياسية، وكلهم هذوما شاركوا فيهم، حتى كان في لجنة 13 اللي هي حضرة المؤتمر نتاع سوسة، سي بوجمع رميلي و 12 شويخ، وهما وافقوا على النتائج نتاع مؤتمر سوسة، وهما صفاتك مع أعضاء الهيئة السياسية منين خذاها مؤتمر سوسة. كيف كيف سي حفظ قاسم سي غدا سيفته كمدير تنفيذي من مؤتمر سوسه، ما تنجمش انت تجزا معناها النتائج نتاع مؤتمر سوسه وتقول هذا اللي تعرف بيه وهذا ما تعرفش بيه. عنده اقتراحات في تغييرات في اعاده هيكله في اللي تحب انت، كل شيء مطروح يتطرح في الهيئه السياسيه، ومن بعد كان وصل له اقناع زملاء نتاعو في طرح معين وفما اغلبيه مشات في الطرح هذاك يحب هذا. اما انت تقعد بالعام ونص ما تجيش الحزب، تو سي بوجمع رميلي عنده عام ونص ما جاش الحزب، ما عنده حتى صلة لا بالقواعد الجهوية المحلية لا بالحزب المركزي، ما عنده حتى صلة اوكين، معناها يستنى ديما فماش غاضبين باش هو يمشي معاه وباش يعمل ديكلاراسيون ولا باش يبعث عند منفذ ولا حاجة. معناها يجي ويحط لا مان دو لا بات ويعمل اقتراحات نتاعو ويقنع ويخدم، حتى فما ناس قاعدة تخدم كل يوم في الحزب. معناها ما تنجمش انت من برا من الحزب تو نو في كو ديتروير لي بون انيشيتيف اللي قاعدين يصيروا، خاطر كوميم يا دي بون انيشيتيف دون لو سونس دو راسومبلي دون لو سونس دو ريستركتوري. فما في الاسابيع الفارته وحضروا حتى فيها سي سفيان توبيل وسي رمزي خميس، وحضروا حتى الاطراف اللي كانوا معاهم اللي تو ما عادش معاهم، حضروا وكونا جي 20 لجنه، وكل لجنه باش تكون فيها 15 ولا 20 شخص. معناها الاعضاء نتاع المكتب التنفيذي القديم حتى المكتب المجلس الوطني نتاع نادي تونس، كل ما يخدم في نادي تونس من الكفاءات ينجم يكونوا ممثلين في اللجان. وفما الهيئه السياسيه هي قياده جماعيه كما ينص معناها مخرجات مؤتمر سوسه، ونمشيو للمؤتمر الانتخابي. وانا اكد لك توسي سمعت انا سي سفيان توبيل اللي هو رئيس الكتله اللي مش مصح في الهيئه الوطنيه هذه معناتها لانقاذ، وحضر معاهم في الاجتماعات، اما قاعد يحضر معنا في الاجتماعات بتاع الحزب في تكوين الاجتماعات. معناتها قاعدين يعطلوا في مسار قاعدين يعطلوا، هما كان ينضبطوا للحزب ويحضروا في الهيئه السياسيه، وخاطر الطريقه هذه باستدعاء وبالضغط على المدير التنفيذي عن طريق عبد المنفذ كان برمج هيئة سياسية جمعة هذية توخرت، ما تنجمش هو يضغط معناها يتجاوب مع عبد المنفذ باش يعمل هيئة سياسية، دونك وخرت قاعدين يوخروا. وأنا توقعت فاسون فما هيئة سياسية بتصير، التاريخ نتاعها مش محدد أما باش تصير قريبا، والوقايين هذوما الكل بصفاتهم باش يستدعوا بكل يسار. فما أطراف معناها متشددة من اليمين ومن اليسار، ناس من اليمين يقول لك هذوما نعملوا لجنه نظام ونطردوهم من الحزب من فوق برتوت نتاعو خاطرهم قاعدين يخدموا ضد الحزب. وفما اطراف زاد من الشارع الاخرى يقول لك حافظ قاسم السبسي شد داره ما عادش يحب الراو. هذوما زوز لي دو بوزيسيون هذوما انا الحقيقه ضدهم، ما نقصيو حتى حد. ما تنجموش تخرجوهم؟ انا ضد باش نخرجوهم، خاطر فيهم اعضاء مؤسسين، فما ناس خدمت، معناها فما انا معناها نعاودوا نبنيو الحزب نتويو صفحة جديدة ونبداو نحزب من جديد، ومن بعد كي نمشي وقتها كي دار الحزب في موضع قوة ويخدم والماكينة تدور وقتها اللي ما ينضبطش نجم على سي طاهر. سي حافظ قايد السبسي شي يحب بالضبط هو كيفاش يرى الأمور في نداء تونس؟ شنو الموقف نتاعو سي حافظ قايد السبسي كمدير تنفيذي؟ كيفاش شنو رؤيته؟ هو رؤيته هو اكثر واحد مقتنع باش ينزل نمشيو المؤتمر مؤتمر انتخابي قبل بستة سبعة اشهر من الانتخابات البلديه والجهويه. اونتر تون قاعد يسير في الحزب ويدو محلوله للعباد الكل، اللي حتى النواب اللي ثبتوا وقالت فيه كلام وقالت فيه في السيد رئيس الجمهوريه في رئيس الحكومه الكلهم عنده ما تضايق يقول لك تفرد بالسلطه وباخذ القرار ويسير وحده. انتم نرجعوا احنا انا كنت شاهد على برشا مراحل، مثلا سيدي ذا بالحاج هو اللي انا اقنعتهم وقررتهم لبعضهم، وهو قبل باش يكون هو رئيس الهيئه السياسيه وزاد بمناسبه الكتله البرلمانيه الكل ساندت تمشي هذيك، وشد سيدي ذا بالحاج الفتره هذيك رئيس الهيئه السياسيه وكانت قياده جماعيه في الهيئه السياسيه. مال في البروتوكولات كان سيدي ذا بالحاج هو رقم الاول وسي حافظ رقم الثاني، ومشات الامور هذيك ما فما حتى مشكله، واتفقوا
وخدمت ورجعت رجعت الماكينه تخدم وفما حتى مشكله. بعد سيري ذاب الحاج مرضاش بنتائج الانتخابات في سوسه اللي ولا سي سفيان توبال هو رئيس الكتله البرلمانيه، وقعدت عنده زاد غضب من الخروج ومن الرئاسه، كل الخليط هذاك الكل خلاه يخرج من الهيئه السياسيه، يستقيل وحده من الهيئه السياسيه، مش خرجوا ما خرجوا حتى حد. من الرئاسه السي ذاب الحاج اعلن في العديد من المحيط قال انا حبيت نخرج من رئاسه الجمهوريه معناتها. لا لا مش صحيح، لا لا هو مش حاب يخرج، وقالوا له اختار من بين الحزب ولا الرئاسه. قال لهم به راني نختار الرئاسه. قالوا لا امشي للحزب. دونك ما اختارش، فينالمون ما اختارش. شكون اللي قالوا له؟ قالوا السيد الرئيس عن طريق سي سليم العزيبي. هو مغش، هو خرج من القصر دونك. هو وي كانت ما كانش انا بيدي نقتنع مقتنع اللي خروجه من القصر خساره للمؤسسه. انا كنت مستشار في رئاسه الجمهوريه وشفتك خدم في الحزب بكل تفاني قبل في الانتخابات، وخدم في رئاسه الجمهوريه زاد بكل تفاني وانضباط. خروجه من رئاسه الجمهوريه خساره لرئاسه الجمهوريه، ما هذا يقع قرار سيادي لرئيس الجمهوريه، هو يختار لي كادر ويختار المستشار نتاعو، ما نجموش نتناقشوا فيها فاسون. واحد وين ينفع ينجم يخدم، وين يخدم وين ينجم، ينجم يكون في رئاسه الجمهوريه وتنجم يكون اوبورتينيتي برشا ناس راتها، اللي سيت اون اوبورتينيتي لدى تونس باش رضا بالحاج يتفرغ في لدى تونس. وكانت كنا نجم ننجحوا في الفتره هذيك بخبرته، معناها في التفاف الكوادر والهيكل حوله وحول حافظ قايد سبسي وحول الهيئه السياسيه، كنا نجم ننجحوا. هو خرج ومن بعد في الفتره وقتها كنا نكونوا في حكومه وحده وطنيه، كيف كانت اتصالات انا شخصيا مع سي عماد جبري وقتها كان مازال ما ولاش كاتب دوله للرياضه، مع سي عبد الحميد الارقش، عملنا اتصالات عديده مع سي حافظ قايد سبسي ورضا بالحاج باش يرجع سي رضا بالحاج الى رئاسه سياسيه والى الهيئه السياسيه، وكان هو وافق، وتقابلنا مع سي بيجو مارميلي وكان ماشيين في التمشي هذا. اما قال كان وقتها كان سي رضا بالحاج يقول خط احمر هو بقاء سفيان توبال على رئاسه الكتله النيابيه. هو فما سمعنا فما مشكله بين سفيان توبال ورضا بالحاج. لا توا هو ولاو بالعكس، احنا في بالنا الخط الاحمر هذاك يلزم سي سفيان توبال يقبل باش ما عادش هو يولي رئيس الكتله النيابيه، واحنا فرضنا عليه باش نعاودوا نعملوا انتخابات كما يقول نظام داخلي في كل بدايه سنه برلمانيه، وصار الانتخابات ما رانا الا ولا سي رضا بالحاج هو متثبت ببقاء سي سفيان توبال على رئيس السياسي. شنو المشكله مع سفيان توبال؟ أنا بالنسبة لي أنا ما عنديش حتى مشكل. أنا في اختيارات وقت سي محمد سعيدان كان مترشح وسي سفيان توبال مترشح، أنا اخترت سي محمد سعيدان، مش معناها ضد سفيان توبال، معناها اختيارات. فما ناس ترى اللي الشخص هذاك ينجم يكون يعطي إضافة أكثر من شخص آخر. سيتون فماش حتى مشكلة، معناها احنا لومنا عليه زاد في الترونسبارونس في القيادة نتاع الكتلة. ممكن هو توا عمل ترى مراجعات معناها طريق التسيير نتاعو، وفما انا ناكد لك الكتله اليوم ما عادش فيها مشكله. الكتله الاخير نتاع في سفاره الجزائر هنا علاقه طيبه وممتازه بين شكون؟ ما بين سي حافظ قايد سبسي وسفيان توبال. صحيح. ونعطيك كونفيدونس، البارح مشينا وكبنا موكب دفن ام زميلنا محمد سعيدان في قصر الليل، وسي حافظ قايد سبسي الله يرحمها، سي حافظ قايد سبسي وسفيان توبال عملوا التراجي من بعدها من تونس قصر الليل الي روتور. دونك فما علاقة طيبة، وفما ناس أطراف على رأسهم أنس حطاب هي اللي كانت سبب باش ترجع العلاقات طيبة، وقاعدين زاد نحاولوا حتى باش نرجعوا أطراف أخرين من الهيئة السياسية، معناها من الغاضبين إلى الهيئة السياسية. والبارح حكينا اللي ممكن باش نعملوا لجنة حكماء ما بين من خمسة منا وخمسة منا، ونحكيوا مع بعضنا ونحاولوا نرجعوا الاعضاء كلها الاساسيه اوتور دون تابل، ونتفق على قياده جماعيه، بتتر نتفق على هيئه تسييريه ثلاثة أربعة من الناس، ونمشيو للمؤتمر. هذاك الحل الوحيد، خاطر ما غير مؤتمر انتخابي كل واحد ينجم يقول لك انا الكل. فما برشا ناس، فما خمسه سته من الناس في نيدا تونس مقتنعين 100% كهما ينجم يكونوا كان هما رؤساء الحزب ورؤساء الجمهوريه. اما مادام فماش انتخابات كل واحد يعرف وزنه الحقيقي، واحنا زاد كمناضلين وكقيادين نعرف وزن كل واحد،
كل واحد ينجم يقول شي يحب وكل واحد ينجم يتصرف كما يحب. التوانسه سي طاهر التوانسه اللي صوتوا نداء تونس واللي ايزون كرو في هالمشروع هذايا وانخرطوا فيه وقال لك فهمتي سي اون التيرناتيف باش منعوا البلاد هذايا ويزينا من حركه النهضه ويزينا من الاسلاميين في الحكم ونشوفوا في نداء تونس كمعناتها بديل باش يقود تونس في اطار مشروع الوطني في اطار عاداتنا في اطار المودرنيزم اللي نحبوه في تونس. هذا كلهم التوانسه ديسو. اول حاجه انه حبر مشهد الحكم نداء تونس حط يد في اليد مع الغريم الاول نتاعو والنتيجه ما كانتش طيبه خاطر نحن فهمونا فسرنا من الاول قالوا راهو كان نداء ونهضه يحكموا مع بعضهم تشوفوا كيفاش القوانين والاصلاحات الكلها يتعداو وعندهم ماجوريتي في مجلس النواب والامور باش تتحسن وهذم اكبر احزاب في البلاد دونك تركحوا الامور كلها. هذا كله ما صارش معناتها ركحت الامور الاحتقان الاجتماعي باقي موجود المشاكل باقي موجوده حركه النهضه شفناها معناتها في الحكم في التحالف هذايا ساق هنا وساق الغادي تلعب في دور معناتها في الحكومه هني معاكم وتلعب في دور اخر في المعارضه اول معارضه في العديد من القرارات حركه النهضه القرارات نتاع الحكومات المتتاليه دونك هنا شربحتوا منها الحكايه هذايا خاطر التوانسه اللي فوتيو لكم جموع فهمتي قلقتهم ياسر. وثاني حاجه اليوم التونسي علاش تحبوا اللي انخرط معناتها معنويا وصوت للنداء علاش تحبوا يعاود يرجع الثقه في النداء وقت اللي عاش على معناتها هالمسلسلات المتتاليه والعرك المعروك اللي توا بشهادتك سي طاهر ما تحلوش معناتها فما نيه انهم باش تحلوا لكن العرك باقي موجود ومعناتها الاختلافات والتجاذبات باقي موجود دونك التونسي انا التونسي اللي يسمع فينا هذا كيفاش ترجع له ثقه في نداء تونس؟ والله هو التونسي بوتيتر كان مستانس بالرئيس الواحد والنظام الواحد والحزب الواحد والكلمه الواحده وكان السيد الرئيس يعمل الخطاب ونقعدوا شهرين وحنا نحلوا في الخطاب نتاعو هذا سي فريمون ريفولو. في الاحزاب الكل الديمقراطيه في العالم ديما فما خصامات وفما مواقف وفما مواقف مضاربه وفما وحنا مش مستانسين بالديمقراطيه مش وحزب نداء تونس وحزب جديد والناس الكل في الشعب التونسي متفهم اللي بناء حزب ديمقراطي على اسس صحيحه يطلب وقت وهما ثلاث اربع من الناس في عائله نجم يتعاركوا خلي حزب صوتوا له 1000 ومليون و300 الف في التشريعيه ومليون و700 الف 800 الف في الرئاسيه بطبيعه الحال فيه روافد بعاد على بعضهم فيه شخصيات فيه ناس عندها طموحات اكثر من اللازم سي نورمال كو ما البناء نتاع الحزب هذايا يطلب وقت ويطلب تفاهم من المواطنين وهذا ما الناس اللي كانوا واعيين يعرفوا كو نداء تونس بعد الانتخابات خاطر نداء تونس لمنا المشروع نتاع مشروع انتخابي مشروع تونس مشروع انقاذ تونس من ليبوك نتاع ترويكا اما توا كي رجعنا ما عادش كما قلت انت كنا فتره حكم ما فماش انتخابات في الافق القريب ما عندناش عركه ديريكت مع النهضه ما عندناش عركه انتخابيه مع النهضه دونك درنا على اعاده هيكله نداء تونس وفي اعاده في هيكله نداء تونس مش اعاده في هيكله نداء تونس على اسس صحيحه تطلب وقت وتطلب بوكو دينرجي وتطلب زاد كل واحد يعرف موقعه حقيقي وتطلب انتخابات صحيحه ديمقراطيه والانتخابات صحيحه ديمقراطيه ماهيش سهله على خاطر يلزمها معناها توزيع انخراطات وفي توزيع انخراطات زاد مش سهل ما يلزمش اللي عنده فلوس هو يشري عشرات الالاف الانخراطات باش يولي يشري الحزب بفلوسه دونك فما بوكو دو بريكوسيون ابروندر دونك هذا الكل توانسه فما حكومه رئيسها ابن نداء تونس فما رئيس جمهوريه رئيسها ابن نداء تونس فما رئيس مجلس النواب رئيس مجلس نداء تونس هذا ما الكل قاعدين يخدموا انا ديما مقتنع سي سي تي اروفير ما كناش نجموا نحكموا من غير الاتفاق مع حركه النهضه على خاطر فما نجاحات نحب نذكر فما نجاحات امنيه فما وضع امني مستقر في تونس والحمد لله فما وضع سياحي قاعد يتحسن فما افق اقتصاديه وتنميه نجم تتحسن معناها هو الوضع صعيب وكنا متوقعين باش يكون صعيب وكنا تحملنا المسؤوليه خاطر عارفين باش يكون صعيب اما كان يكون اصعب برشا كانت مواجهه ما بين حركه نداء تونس والنهضه ما كناش نجموا نمنعوا الانتقال الديمقراطي نتاع تونس كنا ندخلوا في حرب اهليه مؤكده. باش نسال بربي سي طاهر في غمره المشاكل نداء تونس تطفو مبادرات ثم سرعان ما تخفو.
احنا نحبوا طور استوضحوا منك سي طاهر موقف واضح ودقيق بخصوص اولا المبادرة اللي الناس كل سمعت بها واللي تم يعني الاتجاه نحوها بخطوات كانت واضحة للناس اللي هو الاتيان بسيد يوسف شاهد وتعيينه على رأس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس. قلنا المشروع هذا مازال قائم موضوع للنقاش أم أنه سقط في الماء وتم يعني إغلاق هذا الملف بلا رجعة؟ هذا أولا. ثانيا الحديث زاد كيف كيف على هامش الأزمة على حزب جديد أكيد سمعتوا به حتى أطراف نداءية من داخل حركة نداء تونس من هذا الشق أو ذاك كانت موجودة في النقاشات حوله ودون أن نستمع إلى أي موقف رسمي من حركة نداء تونس تجاه ما يراج عن وجود نقاش حول إمكانية بعث حزب جديد يرث أو يكون تواصل نداء تونس بناء على قراءة أن النداء أصبح حزب لا يطاق من نظر لحجم الخلافات الموجود فيه وحان الوقت الانتقال إلى مرحلة جديدة في المستوى التنظيم السياسي. حزب جديد تحدث أنه السيد باجي قايد السبسي يرعى هذه المبادرة إذا كان مش السيد باجي قايد السبسي يرعى رئاسة الجمهورية. يعني موقفك مزوز حاجات هي يوسف شاهد على رأس الهيئة السياسية ومشروع الحزب الجديد. أنا كنت عبرت على العديد من المرات على موقفي من رئاسة السيد يوسف شاهد رئاسة الهيئة السياسية. كنت رحبت بهذا الاقتراح وكانوا حتى الهيكل نتاع نداء تونس اللي حاضرين وقتها في جمرت 99% منهم متفائلين الاقتراح هذا وهو طبيعي جدا من رئيس السلطة التنفيذية اللي مترشح على حزبه يكون يلعب دور سياسي في وسط حزبه هو يرأس الهيئة السياسية مش رئيس الحزب معناها يرأس الهيئة السياسية معناها وقت اللي تجتمع الهيئة السياسية هو يرأسها وقت اللي نجم ينجم يفوض كالكاندوتر بوليفير باش تكون هيئة تسييرية هي تسير العمل اليومي هذا باش يسهل عمل التواصل بين الحزب والحكومة اللي فقدناه برشا في عهد سي حبيب السيد يعني فماش كانت فما تواصل بالكل ما بين الحزب والحكومة هذا أنا موقفي شخصي كنت رحبت برشا بالاقتراح هذايا فما بوكو دوبوزيسيون اللي صارت وممكن هو بيدو موقفه الشخصي سي يوسف كيرا ما فماش قبول عريض وخر معناها وخر القرار في الحسم في القرار يعني مازال هل سي طاهر معناها هذه نجم نرجعوا مازال مطروح قضيه انه سيد يوسف شاهد على رأس الهيئة السياسية معناها فما وخيان فما دو فيلوزوفي معناها فما ناس حبوا سي يوسف الشاهد يجي في رئاسة الهيئة السياسية وبيجيان وتنجم تتحل الامور في الحزب تنظم وفما طرح آخر يقولك ننظم البيت الداخلي صفة نهائية ومن بعد بطبيعة الحال نجم وقتها يعني مازلت مطروحة قضية مطروحة أما لكي يكون رئيس سياسي مطروحة أما مش بور الفيتوري ميديا واضح. وبالنسبة للحزب الجديد بالنسبة للحزب الجديد احنا كنا وقت اجتمعنا مع سي يوسف الشاهد قال لا اني معني ببناء حزب وقت خطر فما ناس تهموه فما الكلام تاع جمهوري هو يرأسها وما كان واضح قال انا نخدم في الحكومة ويجعلني نخلط وما نيش معني بحتى بناء جبهة ولا كيف رئيس الجمهورية كذبت وانا اكد لك ما فماش حتى مخطط دون سنس لا في رأس رئيس الجمهورية لا في رئيس الحكومة فما ناس تراهن على فشل نداء تونس وقاعدة تحاول باش نداء تونس ما يرجعش ما يعاودش تبني شكونهم سي طاهر شكونهم فما ناس اللي ما قاوش حظهم لا في طرف هذا لا طرف هذا دونك ماذا بهم على انقاذ نداء تونس يتبناه مشروع اخر هو دو فاسون لا ناتور اورور دو فيت كان نداء تونس ما يتعداش الصعوبات نتاعو بطبيعه الحال باش يكون ناتورالمون هيكلة جديدة ولا إن أنتيتي أخرى تعوض نداء تونس تتبنى على أنقاذ نداء تونس وهذا احنا قاعدين نفشلوا في المخطط هذايا بكل الطرق وذلك علاش الكتلة النيابية اتفقنا باش نتجاوزوا الخلافات نتاعنا وذلك علاش التقارب اللي صار ما بين حافظ قايد سبسي وسفيان توبال وذلك علاش التقارب باش يصير من الأخين هذوما اللي مكونين جبهة الإنقاذ مع الهيئة السياسية اللي تبقى في الحزب. اي اما اللي صار نجم نقولوا اللي صار توا عدم الثقة باش يولي ما بيناتكم ظاهر معناتها شنو معناتها باش ترجع كما قبل نورمال ما فما حد شيء ويجي يعني نورمال على الاخر زاد كيف انت شوف انت العلاقة بين سفيان توبير ورضا بالحاج في مش من بعد ستة اشهر بعد جمعة
كيفاش كانت كيفاش ولات. لا في السياسه ما فماش عدو دائم وصديق دائم، فما وفماش مع عداوه شخصيه هي، فما اختلاف في المواقف وفي الطرح. واضح الحلول. سي طاهر البارح كانت جلسة في قضية مقتل سي لطفي نقذ اللي هو من النائيين الأولانيين في نداء تونس، وكان من القياديين وقيادي جهوي ومنسق جهوي ومنسق جهوي تطوين. وشهيد قتلوه بكل سحلو. جبن. دونك البارح في نفس الوقت حسين عباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل عمل تصريح قال هذوما لجان حماية الثورة هما يمثلوا الجناح العسكري من حركة النهضة. هذا تصريح كان في إذاعة زميلة لسي حسين العباسي. وفي نفس الوقت رينا البارح مشاهد أمام معناتها المحكمة كلي فيغور هذوكما اللي التوانسة ما عادش يحبوا يشوفوا وجوههم رجعوا ولاو أكتيف وهبطوا قدام القضاء ويحبوا يفلونسي القضاء. جماعة هذوما لجان حماية الثورة، أنتم شنو موقفكم من هذا؟ كيفاش تتعاملوا مع أمور كما هذه؟ سي لطفي نقذ معناتها شهيد الوطن ومعناتها من قيادين نداء تونس، كيفاش تتحاوروا كيفاش تتعاملوا مع مواقف كما هكا؟ هذوما لجنة حماية الثورة أول حاجة يمثلوا بالنسبة لكم بالضبط؟ هل الحزب هذايا اللي متحالف معاكم عنده علاقة بهم مازالت ولا لا؟ شنو موقفه هو بيدو؟ معناتها فسروا لنا خاطر حقيقة. أنا كنت حاضر البارح في المحاكمة نتاع الشهيد لطفي نقذ، وكنت تفاجأت كما أنت سيادتك بوجود دريج وأمثاله في قدام المحكمة والشعارات اللي رفعوها. أنا نعتبر لجان حماية الثورة وأطراف كثيرا في لجان حماية الثورة هما إرهابيين تو سامبلومون. فرق ما بين لجان حماية الثورة بعد جست بعد الثورة اللي حمات الممتلكات والأشخاص وكل شيء هذيك في الفترة هذيك كلنا شاركنا فيها، أما بعد تحولت منها ولات لجان حماية الثورة منظمة إرهابية بامتياز. النهضة عملت مراجعات حسب اعتقادي داخلية. ما كنتش نحب باش نائبة زميلة في حركة النهضة هي تكون محامية على قاتلة لطفي نقذ، حتى ذاك يولي كانوا موقف سياسي. معناها قلقت باش تكون سياسيين من حركة النهضة هما يساندوا في ويدافعوا على قتلة الشهيد لطفي نقذ، أما مهما يكون الأمر هما مواطنين يقعدوا توانسة وعندهم الحق في محاكمة عادلة ويزم يضمنها مضمونة بالدستور. النهضة بالنسبة لنداء تونس اليوم تبدلت؟ احنا قاعدين من نحكموش على النوايا، نحكموا على الأفعال، على المواقف. هي النوايا اللي هزتنا البعيد مانت. لا لا نوايا نجم نقول لك تبدلت من بعد، معناها يلزم بالممارسه بكل مرحله نشوفوا ونحكم عليها. مثلا وجود محامين من كتله حركه النهضه من مجلس الشورى من حركه النهضه موجودين بحث السي عبد الرؤوف العيادي وناس معناها اعترفوا بتفكيرهم متشدد يدافع على القتلة هذه تسمى موقف سياسي اللي أنا كنت حابب مش حركة النهضة ما تدخلش فيه. معناها باش نقوله هو الجناح العسكري بتاع حركة النهضة، أنا الموقف هذا كنت مقتنع به بالانتخابات وقت اعتصام باردو كنت مقتنع به 100%. أنا تطور معناتها جناح عسكري قلت نتاع الإرهابية معناتها جناح عسكري تاع النهضة كان إرهابي في الوقت ذاك كنت مقتنع به انا 100%. اما توا نتمنى ولا فعل من انترف في حركه النهضه مراجعات في حركه النهضه وفما فصل ما بين ما هو الدعوي والسياسي وفما ناس عقلاء في حركه النهضه منهم اصدقاء، دونك ما نجموش نحمل حركه النهضه ككل. اما فما اطراف حركه النهضه هم متفقين في هذا. واضح. مشكور جدا سي طاهر بطيخ نائب مجلس نواب الشعب عن كتله حركه نداء تونس اليوم كابوتشينو الجمعه هذه بيتو فات نتقابلوا نهارتين استمتع صباح ميرسي بوريان معز بون ويكاند توس مروان في الاخراج صبر في التصوير ناديه في الاعداد دونك نتقابلوا نهارتين بحول الله استمتع صباح. الكلمه ليك